نتكلم عن سكن لكل المصريين. الحقيقة ده مش مجرد شعار اتقال، ولكن حلم وهدف اتحول لواقع. ملف تطوير المناطق العشوائية وتوفير شقق ووحدات سكنية لكل فئات المجتمع شاهد الحقيقة على مدار السنوات الأخيرة إنجاز غير مسبوق، ولسه الدولة مكملة في مشروعها وهدفها، وهو توفير سكن لكل المصريين. وحدات سكنية كابلت المرافق، وعايزة أقول لكم كل ده بشكل آدمي، وتحقق الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن. الأسبوع اللي فات كلنا اتكلمنا وشفنا كمان موضوع الطرح اللي قامت بيه وزارة الإسكان لعدد من شقق الإسكان في كل محافظات مصر، سواء في سكن مصر أو دار مصر أو جنة، واللي كان ليها الحقيقة مردود كبير جدا عند الناس على السوشيال ميديا تحديدا، وكل كان بيسأل عن الشروط وغيره كتير قوي من التفاصيل. امبارح ظهرت تفاصيل كراسة شروط مشروع دار مصر المقرر طرحها على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 15 من الشهر الجاري. بتتضمن كراسة الشروط المالية والعقارية الخاصة بحجز الوحدات السكنية اللي موجودة في مشروع دار مصر. يعني نتمنى كده دايما ان كل المشروعات الحقيقة اللي الدولة بتسعى ليها الفترة دي انها تحقق دايما الحياة الكريمة لكل المصريين، زي ما كان شعارها من الاول كده انها لكل الناس. يعني اكيد يا داليا، وكان في اهتمام كبير من الدولة بيقابله اهتمام كبير من الناس بهذه المشروعات، وناس كتير كانت بتسأل من حضراتكم عايزين يعرفوا ايه هي التفاصيل. خلينا نقول لحضراتكم بقى واحدة واحدة كده ايه هي ابرز الشروط. اولا، أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وأن يكون الدخل الشهري لي ما يزيدش عن 10,000 جنيه. طبعا هنا بتكلم عن الأعزب، أما الأسرة ما يزيدش دخلها عن 14,000 جنيه. خليني أقول لحضراتكم كمان أن من المفروض أنه اللي هيتقدم ما يكونش سبق لي أنه هو استفاد قبل كده من أي مشروعات سابقة. لأول مرة بتتيح وزارة الإسكان الفرصة لأكبر عدد ممكن من شريحة متوسطي الدخل ذات الدخل الكبير. أتاحت نظامين للحجز بالنسبة للشريحة اللي اتكلمنا عنها دي. النظام الأول هو إيه؟ هو نظام التمويل العقاري. ده العائد بتاعه بنتكلم على 3% وبنظام تقسيط على 30 سنة. وإن الأشخاص اللي اتكلمنا عنهم دول الدخل الخاص بيهم ما يزيدش تاني عن 10,000 جنيه للأعزب و 14,000 جنيه للأسرة. طيب ده كده النظام الأول، تمام؟ النظام الثاني بقى عبارة عن إيه؟ النظام الثاني بيتمثل في نظام التمويل العقاري ذات العائد الأكبر شوية، اللي هو 8%، نظام التقسيط على 15 سنة، وبيكون دخلهم ما يزيدش عن 40,000 جنيه للأعزب و 50,000 جنيه للأسرة. طيب ناس كتير بقى ممكن تكون بتتفرج علينا دلوقتي وبتسأل، طيب الماليات بقى هندبرها إزاي؟ طيب المفروض ان يتم سداد مبلغ 5% وديعة للصيانة، 1% مصاريف إدارية، 0.5% مصاريف مجلس أمناء، على ان يقوم المتقدم بسداد مبلغ 15% بالنسبة للوحدات اللي مش بتتخطى قيمتها 1,100,000 جنيه، و20% مقدم حجز الوحدات اللي بتتخطى قيمتها 1,200,000 جنيه. يعني نتمنى يا رب نكون كده قلنا لكم كل التفاصيل، واللي عايز بقى يبتدي يدخل ويحجز، لان اكيد فرصه لا تعوض. طبعا طبعا يا هند، واتمنى يا رب زي ما قلنا كده في البدايه هو سكن لكل المصريين. مظبوط. وحبينا نبدا كده باخبار حلوه، وكمان نطمنكم على الشروط اللي كنتوا بتسالوا عنها على السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت.